امرأة من مدينة سياتل هجرها خطيبها قبل الزفاف بستة أسابيع، واكتشفت أنه لم يعد يمكنها إلغاء حجز قاعة الزفاف المقرر له 16 يناير، فقررت أن تتبرع بها. لذلك الحفل وفريق العزف والطعام ذهبوا إلى 150 من عائلات المشردين، وهو ما تشرحه والدة دانا أولسن. She just wanted to marry the guy that she loved, and that's not happening. And if she can't have that, then she's very happy to be able to share it with someone else. ولقي الحضور استقبالا جيدا، وشجع هذا التصرف الآخرين على التبرع لتقديم خدمات المكياج وتسريحات الشعر. It's actually nice that it's a nice setting and I can take my kids. And my kids had fun like getting dressed up and playing the role, so that's like the fun part of it for me. في النهاية فإن حسرة العروس أدت إلى ليلة من الفرح والبهجة لكثير من المشردين.